بص، احنا عندنا كمان تدريبات الاهلي اللي اكيد مستمره يا كريم استعدادا لمواجهه المصري، وزي ما احنا عارفين هو منافس قوي بالتاكيد، لكن طبعا بغض النظر عن مين بقى هيكون المنافس، النادي الاهلي ده كلامنا دايما، احنا عنينا على الهدف زي ما انت كنت بتقول عشان نحقق يعني اللقب. ما ينفعش كمان التهاون، حتى لو كنا بنتكلم ان هو موسم مضغوط واحنا مضغوطين خلاص، ده الوضع اللي احنا دلوقتي نعرفه بنشهده بقالنا فتره يعني طويله جدا، لكن حافز الفوز اعتقد هو اللي بيخليك يعني او بيخلي ان احنا نتخطى المباريات طبعا الصعبه. كان عندنا فعلا موسم طويل جدا وشاق جدا، لكن كلنا ثقة طبعا في لعيبتنا عشان نقدر نكمل في بطولة بإذن الله كأس مصر، وخلاص يعني هي هانت، دي هتبقى آخر مباراة زي ما أنت كنت بتقول برضو للفريق في الموسم ده، بعد كده هتبدأ الأجازة عشان بقى لازم الكل يشد حيله لإسعاد الجماهير، وبعدين نرتاح شوية وناخد نفسنا زي ما بيتقال، وترجع تاني ونتكلم عن المواجهات القادمة والموسم كمان الجديد. وخلي بالك من حاجة، أنت لما بتكون خارج من موسم قوي وحتى لو خارج من موسم أدائك فيه ضعيف، بيبقى الموسم اللي بعديهم بيبقى الناس كلها منتظرة انت هتحقق ايه بالظبط. طبعا اكيد تخيل بقى كمان وانت خارج مفروض يعني زي ما بتقال حاصل على كل البطولات فيه الحمد لله، والتطوير حاصل بشكل كبير جدا كمان في اللعيبة وفي أدائك وغيره وغيره، فده بيكون زي تشالنج او تحدي، الموسم اللي بعديه الجماهير بتاعتك بتبقى منتظرة الأفضل والأفضل والأفضل، فإن شاء الله نوفق يعني في كمان الموسم الجديد. لكن كنا محتاجين جدا بقى فترة الراحة، وإن كانت على عكس العالم كله برضو يا كريم فترة مش طويلة، لكن بس نحمد ربنا بس ان في اصلا فتره اساسا. بالظبط انت فاهمه ازاي اللعيبه العيني ده هيفرحوا فرحه عارمه، يعني اكيد هياخدوا اجازه بكل يعني بكل ما اوتوا من قوه، لان هم صح الحقيقه اللي هو يستمتعوا يستحقوا بكل الاجازه دي دقيقة، دي جدا. حقيقة. طبعا.